الإمارات أيضا مدت يد العون لأكثر من 15 دولة حول العالم إلى الآن من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، ولا زالت مستمرة في هذا العمل. أنا فخور كثير أن أنتمي لهذا الوطن، وأرجو أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت لنرجع نشوفكم ونتقابل معاكم ونلتقي مثل ما كنا دائما نلتقي من خلال حفلاتنا ومن خلال زياراتكم لنا وزياراتنا لكم. واسمحوا لي كذلك أغني لكم مقطع من أغنية ثانية عزيزة علي وأحبها كثير، إن شاء الله تعجبكم. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، لو انت مطلع عيني بحبك موت. لفيت قدري لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حنيت بعيل وصوت، وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت مع أهديكم جميعاً. هذه الأغنية أهداء مني لكم، لكل اللي قاعد يشوفونا ولكل أحبائنا.